البداية غلطة والنهاية الموت، قضايا قتل تحل بالقتل تحت مسمى الثأر، فيما القانون أداة يعزف عليها الفنانون. أعضاء حملة مناهضة حملة السلاح نفذت بالشراكة مع مؤسسة تنمية القيادات الشابة ومؤسسة المستقبل ندوة حوارية بشأن ظاهرة حمل السلاح وأهمية إيجاد قانون ينظم حمله. مشروع قانون تم تقديمه من قبل وزير الداخلية الأسبق العليمي رشاد العليمي، وكان هذا المشروع يعمل على تنظيم حمل السلاح والحد حتى من مظاهر السلاح مع المسؤولين في الدولة، سواء كانوا مدراء أمن أو قطاعات مدنية. كان هذا المشروع لم يرى النور في من مجلس النواب من قبل نافذين منعوا من إصداره. أكثر من 60 مليون قطعة سلاح في متناول أيدي المواطنين في اليمن وفق تقديرات منظمات دولية ومحلية، فيما الحكومة ووزارة الداخلية لا تعي حجم وضرر مشكلة ظاهرة حمل السلاح إلا بعد وقوع الجرائم وتفشيها في المجتمع وتفاقم الاغتيالات المتكررة التي استهدفت مسؤولي الدولة. أرغم وزارة الداخلية على نشر اللجان الأمنية لضبط حاملي السلاح الذين لم تشملهم حملة منح تراخيص حملها التي ناهزت 40,000 ترخيص. حمل السلاح هو ممنوع في العاصمة صنعاء، ولهذا وجود النقاط العسكرية وجود حزام أمني داخلي وحزام أمني خارجي، حزامين أمنيين على العاصمة صنعاء، هذا لمنع السلاح اللي بدون ترخيص. ثالثا، هذه الأيام بالذات في هناك قرار من وزارة الداخلية ومن وزارة الدفاع بإنزال حملة خاصة لمنع السلاح. 170 من ضباط المؤسسة العسكرية، ناهيك عن شخصيات أخرى من كبار الدولة، أغتيلوا في ظل الانفلات الأمني لضبط الجنات واستشراء الظاهرة المسلحة وانتشار الميليشيات في العاصمة بتراخيص حكومية لتنتشر الجرائم بين أوساط المجتمع بلا حسيب أو رقيب عليهم. بلقيس أحمد، اليمن اليوم، صنعاء. يواصل التربويون